روح للاستاذ المحترم صديقنا الاستاذ فاروق سعده، مراسلنا في لاخبار منتخب مصر واتحاد الكوره النهارده. النهارده معانا فاروق مراسلنا، هيقول لنا اخبار اتحاد الكوره ومنتخب مصر وقصه كروش. وهو طبعا انتوا عارفين ان كروش ودع المصريين برساله، والنهارده المساعد بتاعه ودع المصريين واصبح عقده مفسوخ بمجرد خروجنا امام السنغال. استاذ فاروق سعد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ عبد الناصر، تحياتي لحضرتك يا فندم وكل مشاهدي كره بلدنا. انا سعيد جدا ابقى مع حضرتك، وطبعا حضرتك اثرت موضوع مهم جدا، موضوع المنتخب والكلام اللي حصل. الكلام ده استاذ عبد الناصر من الفجر، انا متابع لحد يعني الساعات الاولى من فجر اليوم كل الاخبار. دكتور اشرف صبحي طبعا وزير الشباب والرياضه طلع امبارح في تصريح كان غريب شويه. الكلام ده كان حوالي الساعه 2 ونص او 3 الفجر، وقال ان المنتخب لسه لاعبين صغيرين في السن والجهاز الفني بيعدهم لبطوله افريقيا الموسم اللي جاي، فمعلش نستحملهم. وانا كمواطن مصري شايف ان كيروش يكمل وانه يقعد وان الراجل قتل عليه. طبعا ده قابل استياء شديد جدا وهجوم كبير جدا من التصريح، لان اللاعبين الصغيره مين؟ اللعيبه كلها 28 29 وداخلين على الثلاثينات، مش صغيره. اللعيبه دي لما على كاس عالم معظمهم هيكون اعتزل، فلعيبه مش صغيره. طبعا جه بعديها على طول تصريح من الاستاذ جمال علام من هناك برضه، وكمان او الدكتور اشرف بقى صبحي هكمل بقيه تصريحاته. قال احنا عندنا لازم نفكر بهدوء، عندنا كاس امم 2023، عندنا كاس عالم 2026، عندنا مجموعه من النجوم نحافظ عليهم وجهاز فني على مستوى عالي نحافظ عليه. انا اتكلمت مع رئيس اتحاد الكره جمال علام وانه لازم يحافظ على الاستقرار، وفيما يتعلق بكروش بقى انا بقول كمصري ومش كوزير، انا عايز الاستقرار وان الراجل ده يمتلك كل المقومات اللي تخليه يكمل مع المنتخب، والمقومات اللي احنا شايفينها المنتخبات الافريقيه مستواها عالي عننا، مش احنا اللي مقصرين، والمقومات البدنيه بس هي اللي فارقه مش الفنيه، وعندنا لعيبه محترفين والسنغال منتخب قوي. طبعا دي كلها كانت مقدمات مرفوضه تماما تماما تماما. جه بعدها على طول استاذ جمال علام طلع بتصريحات برضه كانت حوالي الساعه 4 الصبح، والكلام ده برضه كان غريب يعني لوقت ما كانش بيطلع فيها تصريحات. قال انا شايف ان كروش عمل اللي عليه واكتر وما سابش حاجه للصدفه، وكان بيتابع اداء التفاصيل ومشغول ومهتم بالمنتخب وبيحلل المنافسين وبيحلل نفسيات اللاعبين، وبقاء كروش كل شيء وارد بقى، وهحترم رغبه زملائي باعضاء مجلس الاداره، وعندنا يعني ثلث الاعضاء مش عارف فين، ولما يرجعوا هنتكلم مع بعض. طبعا النهارده البعثه وصلت الصبح، حصل اجتماع مع كيروش في صاله المطار. خرجت بعض الكلام بقى من كواليس اتحاد الكوره، طبعا المسؤولين اجتمعوا في الاتحاد وحصل انقسام في خلال الجلسه بعد ما قعدوا مع كيروش في الصاله للوصول. اتحاد الكوره الاعضاء اللي كانوا موجودين حصل اختلاف وانقسام بينهم في اني شايف ان خلاص كفايه عليه كده ويفعل بند انتهاء العقد، بحيث ان البطوله القريبه يعني اقرب بطوله او تصفيات لسه بدري عليها، وان ده هيقعد بالدولارات ومبلغ كبير. الاول تجيب بقى يعني هيشوف تجيب مدرب من دلوقتي يبدا صح ويبدا مظبوط مع اللعيبه، لان في حاله غليان في الشارع المصري والناس معاها حق. الراي الثاني بيقول لا لازم يستمر، والغريب بقى واللي يخلي حضرتك تتعصب اكتر يقول لك لا لازم يديله فرصه ثانيه، ده الراجل لسه جاي ما بقالوش كام شهر وما لحقش ياخد فرصه كامله، فنديله الفرصه كامله ونصبر عليه، نصبر عليه عشان يطلعنا من كاس الامم كمان مره ويطلعنا من كاس العالم كمان مره، ونقول بقى خلاص كده خد فرصته. طب ما يا جماعه واحد في واحد اسمه كان جاي اسمه للنادي الاهلي اسمه موسيماني في شهرين ثلاثه خد كاس الامم، خد دوري ابطال افريقيا وخد السوبر الافريقي وخد بطوله كاس العالم كده في اربع شهور. خد في 8 شهور 6 بطولات. بالظبط يعني 8 شهور. موسيماني هو بص انا بني ادم، انا عبد الناصر زيدان بني ادم لا يحاسب احد على القطعه ويساند كل الناس، ولكن انا راجل بحاسب على النتائج وبحترم الشعب المصري العظيم اللي بيتفرج علينا واللي احنا لسان الغلابه ولسان الناس. لان الناس قالت نصبر لغايه كاس العالم، صبرنا، تعال النهارده نحاسب. بطوله عربيه صفر، امم افريقيا صفر بدل ما خدناك البطوله، كاس عالم صفر، اين هي الانجازات واين هو الاستقرار؟ الغريبه يا استاذ عبد الناصر لما بتيجي تتكلم على واحد زي موسيماني بعد 8 شهور ما خد 2 دوري ابطال و2 سوبر وبرونزيتين وكاس مصر، قال لك ده لازم يمشي ما بيعملش حاجه، والاعلام كله كان شغال على كده، والراجل اللي بقى له 6 7 شهور معانا قال لك كاس العرب لا ده انتوا جايبيني عشان كاس عالم، معلش انا متفق على تصفيات كاس عالم، طب معلش اصل انا بجرب في كاس العرب وفي كاس الامم، معلش اصل انا بجرب عشان تصفيات كاس العالم، طب بعد كاس العالم الكلام الجديد بقى لا معلش عشان احنا عايزينه على تصفيات 23،
وهنقعد بقى نلف حوالين بعض كده لسبب ايه؟ انا ما اعرفش، انا ما اعرفش. والراجل ده يعني ايه اللي عمله بالانجاز، سواء في اداء او اختيار لاعبين او مباريات، تخليني اقول يقعد. انا لو شايف اداء او شايف اي حاجه اقول يقعد، لكن لا اداء ولا شكل ولا منظر. فريق واحد اسمه السنغال في 3 مباريات ورا بعض، 3 مباريات منهم مباراه على ارضي، طول 120 دقيقه في كاس الامم و90 دقيقه في مصر و120 في السنغال، زنقني جوه ال 18 ومش عارف اخرج، وتقول لي يقعد، مش عارفين نعمل باصتين على بعض وتقول لي يقعد. ده بانهي منطق وبانهي عقل حد يقول كده؟ المهم يا صبري ناصر، بعد ما اجتمعوا معاه والاراء دي طلعت، كيروش طلع خرج بره، وكان اللعيبه لسه بتيجي او بتخرج من الصفه، سلم عليهم بطريقه الوداع ان هو ماشي، ما اعرفش ايه اللي حصل في الكواليس. بعدها خرج تصريح من اتحاد الكوره ان ما زال امر كيروش قيد البحث، وهيتم الاعلان رسميا عن موقفه بالاستمرار او على الاستمرار من عدمه خلال الساعات القادمه بعد اجتماع مجلس اتحاد الكوره، لان هناك انقسام في اتحاد الكوره وما اعرفش ليه. انقسام على ايه؟ انا ما اعرفش. والسبب ايه برضه؟ انا ما اعرفش. بعديها دلوقتي وانا مع حضرتك، بعت لحضرتك الخبر ده من شويه، الكاف مصدر من الكاف اكد ان شكوى الاتحاد المصري اترفعت للاتحاد الدولي بصفه المسؤول عن المباراه، ولكن حسب اللوائح في حاله ثبوت المخالفات اللي المصري قالت عليها تتم معاقبه السنغال. والاقرب زي ما انت قلت بالظبط، لعب مباريات خارج مباريات على ارضها بدون جمهور مع عقوبات ماليه، مش اكتر من كده. لا في عدد مباريات ولا حتى في مباراه خارج خارج البلاد. لا هي اللي الكاف لسه مخرجه دلوقتي، واقصى حاجه هيقول لك يلعبوا مباراه ولا مباراتين خارج العاصمه، بس اقصى حاجه. بالظبط. انا بقى يعني حضرتك امبارح الاعلام بتاعنا والناس بتتكلم، لا او عمالين يمهدوا لكروش، لمهدي كروش، مفيش حد اتكلم. يمكن الصوت الوحيد اللي طلع واتكلم صح جريده الاهرام المسيحي، حتى انا بعت لحضرتك المانشيت بتاعها او الصوره بتاعتها وهم بيتكلموا، ده الوحيده اللي اتكلمت يعني وقالت اللي احنا بنقوله. الحلم انتهى، اسباب راي الهزيمه في دكار وكيروش المسؤول الاول، غياب راس الحربه ومشاركه ربيعه وعمر جابر كلمه السر الابرز، اختفاء محمد صلاح وعوده لقرارات الجزاء وراء ضياع الاحلام. اتكلمت في الصميم مين المسؤول الاول، لكن احنا من امبارح يا استاذ عبد الناصر وحضرتك اكيد متابع، لا ده الحكم السبب، لا ده الليزر السبب، لا احنا ما خدناش حقنا، لا ده الحمد لله انهم طلعوا بالسلامه، لا الكلام ده فين ده؟ ما غانا لعبت مع نيجيريا في نيجيريا وطلع على ارضها 6-0، اتعدت امبارح 1-1 وكانت في اجواء اسوء من اللي كانت في السنغال، والجمهور اقتحم الملعب امبارح وضربوا اللعيبه وكسروا الكراسي وكسروا وقلعوا العرض وبهدلوا الدنيا، وفي واحد من الكاف دكتور بتاع الكاف مات وقال لك ده مجلس السكته القلبيه، خلاص احنا ما نعرفش الاسباب، والمنظر كان رعب الرعب. ورغم كده غانا لعبت وتعادلت 1-1 على ارض نيجيريا وصعدت كاس عالم، يعني مش هم لوحدهم، ده احنا يعني احنا كل اللي حصل كان في جو رهاب وده كده، بس ده ما يقارنش اللي حصل في نيجيريا. ورغم كده غانا لعبت وادت وصعدت كاس عالم. احنا لما نيجي نشوف حضرتك الكلام اللي طلع دلوقتي من معظم الاعلاميين، لا كيروش وفي اتجاه، وبعدين هنا في عتاب كبير جدا على 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 الكلام اللي طلع، لان في ناس من بعض الناس المحترمه بتقول لك معنى ان الكلام سياده الوزير انه يطلع اول واحد يقول لك انا مع استمرار كيروش انه بيدي الضوء الاخضر او بيدي التعليمات لاتحاد الكوره، لا ده يقعد. فانت كده بتوجه اتحاد الكوره يعمل ايه؟ وده كان المفروض ما يصدرش، المفروض انت تستنى على اتحاد الكوره هو اللي ياخد قراره في الاجتماع بتاعه. اللي وصلني ان الناس يعني اللي في اتحاد الكوره وخصوصا كابتن حازم امام وكابتن محمد بركات، الناس بتاعه كوره شايفين ان بقائه هيبقى صعب ظل الرفض الشعبي الجارف لاستمرار كيروش في المنتخب، وان استمراره معناها معاناه، وان عندي مع الـ مع الـ مع الجماهير او الجمهور الشعب المصري اللي شايف ان هو ملوش اي بصمه مع المنتخب، وان كمان اقرب بطوله واقرب تصفيات انت لسه ما عندكش اي تصفيات وما عندكش اي حاجه غير كاس العالم، فكل الماتشات هتبقى وديه، لازمه ان الواحد يقعد يقبض بالدولار ويقبض بالعمله الصعبه الفتره دي كلها وانت ما عندكش اي بطولات رسميه واي مباريات رسميه. فده طبعا اتجاه جوه اتحاد الكوره، لكن انا ما اعرفش ايه سبب الانقسام اللي حاصل وايه اللي موجود ده، فدي حاجه غريبه جدا تخلي كله يتكلم في النقطه دي. انتوا عايزين توصلوا المنتخب او الناس توصلوها لفين؟ انا عايز اقول لحضرتك المنصات بتاعتنا بتشهد والله غليان، بمعنى غليان من الناس كلها، من الكلام اللي بيحصل والكلام اللي بيتقال ان في نيه ان ممكن كيروش يقعد، او في اتجاه ان ممكن يقعد، هيقعد على انهي اساس؟ ويقعد بانهي منطق؟ ويقعد على يعني ازاي؟ انا مش فاهم ومش قادر استوعبها ومش قادر افهمها، مش قادر افهمها. ده قال والله العظيم الصح اللي اتعمل بتاعه، انت من المطار كده خلاص يا عم العقد بتاعك انتهى رسمي، ولا برضه في اتجاه عبد الناصر يقول لك ما انتوا لو كملتوا معانا واي اخفاق وجيتوا تمشوه الراجل ده ياخد الشرط الجزائي بتاعه. دلوقتي انت عندك فرصه ان الراجل ده يمشي من غير ما ياخد ولا مليم، ولا هتستنى لما يبقى في وقعه ثانيه وبعدين تمشيه وياخد شرط جزائي مبلغ وقدره ويقعد الفتره دي من غير شغل ويقبض بالدولار؟
فده ده اللي بيدور دلوقتي على الساحه. انا متابع من امبارح، من بعد المباراه لحد دلوقتي كل الاجراءات اللي بتحصل. يعني وخلي بالك يا استاذ فاروق، وياخد في ايده الفاشل التاني في الجاده اللي جاي يعيش سن ما بعد ال70 عندنا في مصر، جاي يشمس وياكل ويشرب ويقبض اخر الشهر. حضرتك لو تفتكر يا استاذ عبد الناصر، كان ليك حضرتك بس واتكلمنا فيه على النقطه دي، وهاجمنا هجوم يعني، واتكلمنا بصوره كبيره جدا. ليه تمشي الدكتور محمود سعد وهو كان موجود، وتجيب واحد هياخد بالدولار وما بيعملش وما عملش حاجه ومستمر؟ وايه الغرض من التغيير؟ وحضرتك اثرت الموضوع ده واتكلمت فيه. ايه الغرض ان انا اجيب بنجاده واشي الدكتور محمود سعد؟ هل هو دكتور محمود سعد مثلا توكله بحاجه يعملها في الاتحاد او اي مشروع او اي حاجه وما تمهاش لذاكر؟ وحضرتك اتكلمت وفنيت الموضوع ده، وقلنا من وقت، وانت حضرتك قلت من وقتها بنجاده جاي مش هيعمل حاجه ومش هيجي زي ما يمشي، وده اللي انت قلته وبيحصل دلوقتي فعلا. بعد ما مشي كوبر بعد كاس العالم، عملت حلقه على ال تي سي وقلت يا ناس يا هو يا جاي مدرب وطني والناس عايزه حسام حسن، راحوا قالوا هنجيب اجيري خفير اجيري، قلت بعد ما يفشل هنقول حسام حسن تاني. جاء اجيري وفشل وكانت فضيحه بجلاجل، وخرجنا من استاد القاهره امام جنوب افريقيا في الامم الافريقيه. قلنا حسام حسن، قال لك لا هنجيب مصري بس بلاش حسام حسن، جبنا حسام البدري جن الطين. فشل حسام البدري، قلنا حسام حسن. راحوا جايبين الحاج كيروش بنصيحه من فنجاده ومسانده من هنا بوريده، والمؤامره كلها عملها احمد مجاهد. وقلنا يا جماعه الخير هنرجع تاني نبكي ونقول حسام حسن. شوفوا يا جماعه التجارب اللي حوالينا، احنا عايزين مدرب وطني، انجازاتنا كلها مع مدربين وطنيه والانسب والاحسن. انا دلوقتي اهو بقول لك يا عم اقعد، انا مش هقول لك حسام حسن ولا هقول لك اسم. اذا كان المدرب المصري هو الحل شوف تجيب مين، واذا كان المدرب الاجنبي الحل شوف تجيب مين. ولكن اسوأ الظروف احنا اخطأنا خطأ فادح لما مشينا كوبر، رجعوا كوبر تاني وهذا اضعف الايمان. يا اخي جمال بالماضي الجزائري اللي ودهم كاس عالم وخد امم افريقيا وكسر الدنيا وعمل وخد كاس العرب ومكسر الدنيا، امبارح بعد ما خرج امام المغرب اتشال. بالظبط، انا والله كنت لسه هقول لحضرتك كده، هو الراجل بعد المباراه مباشره، والله انا جاب الخبر قدامي وقلت بعد ما حضرتك تخلص انا هقول. جمال بالماضي امبارح اللي وصلهم كاس عالم وجاب كاس الامم وكان هنا في مصر وعمل اداء مع الجزائر قبل سلطة في دور المجموعات، مع ان المباراه لعبها على اعلى مستوى بس اتغلب وخرج من المجموعات وخرج من التصفيات، قال لك انا مش هكمل مع المنتخب، انا عملت عليه ان انا اروح كاس عالم واعمل. وبرغم ان امبارح الكاميرون مضيع قدام الكاميرون 10 اهداف وبرضه بكاري جسارة كان سيء معاهم امبارح، وبرغم كده الراجل قال لك انا ماشي ومش هكمل مع المنتخب كده كفايه، لان انا هسيب الفرصه لغيري يشوف، يحاول بقى يعني يشوف يعني يحاول يخش بقى البطولات اللي جايه بروح جديده، وهو اللي يشوف يعني وجهه نظر جديده للمنتخب، واحنا لسه بندور على اللي موجود وندعمه. يعني حتى الكابتن حلمي قران، الكابتن حلمي قران صدمني وبيقول لك انا مع بقاء كيروش. هو الكابتن حلمي كان بيكره حسام حسن بيقول لك انا مع بقاء كيروش؟ يعني ما انتوا بتحاسبوا الناس بناء على ايه؟ يعني بتحاسبوا الناس بالنتائج ولا بتحاسبوا الناس على الفشل؟ يعني بتكافئوا على الفشل ولا بتعاقبوا عليه؟ انا عايز افهم، انتوا بتعاقبوا على الفشل ولا بتكافئوا على بتكافئوا الفاشل؟ يعني واحد فشل في كاس عرب وفشل في امم افريقيا وفشل في كاس عالم يوصل، ينفع الكابتن حلمي صاحب القيمه والقامه وصديقنا العزيز يطلع يقول لك انا مع بقاء كروش؟ يعني اي ضمير بتتكلموا بيه؟ في نقطة تانية يا أستاذ عبد الناصر، أنا برضه عايز أوجه نظر حضرتك والناس معانا. أنت حضرتك لما اتكلمنا على كروش قبل ما يجي ولما قلت حسام حسن كم مرة، حضرتك قلت إحنا عارفين حسام حسن مش هيجي ليه؟ ومين اللي مش عايزه يجي؟ وإيه السبب اللي مش هيخليه يجي؟ يوميها حضرتك إحنا كنا عاملين إحصائية لكروش لآخر مبارياته وآخر والسي في بتاعه في آخر المراحل، وقلنا ده ما ينفعش يجي، ده في كولومبيا عمل كارثة ومشي، وقبلها مش عارف عمل كارثة فين ومشي، والراجل قاعد بقاله سنين ما بيدربش مش هينفع. وحضرتك قلت
يا جماعه احنا حتى مش عايزين حسام حسن. حضرتك انفرض انهم كان سياده الوزير اتفق مع كابتن حسن شحاته بعد ما اتفق معاه مع الجهاز الفني عايز كل بس حاجه، عايز اتفاجئ ارحب ان هم اعلنوا. عايز ارحب بس بصديقي العزيز الاستاذ محمد العناني، صديقي العزيز المحترم، وحشني جدا يا ابو ياسين. استاذ محمد العناني صديقي وحبيبي، وليا فتره ما شفتهوش، فانا سعيد ان انا اشوفه معانا في اللايف هنا وبيعلق بيقول حسام حسن لازم ياخد فرصه، وانا بايده بقوه وبقول له يا استاذ محمد يا عناني انت وحشنا جدا، وسلم لي على ياسين وعلى الاسره كلها يا حبيبي يا غالي، وحشني جدا يا عناني. والله استاذ ناصر، بص انا مع حضرتك، بس انا هقول لحضرتك على الكلام، هستنبط او هقتبس الكلمه دي منك. طول ما الفقيه القاعده ايده لسه في الرياضه المصريه، حسام حسن مش هيجي المنتخب. حسام حسن مش هيجي المنتخب، لان انت عارف حسام حسن ما بيجيش المنتخب، او الولي الفقيه. طول ما هو موجود حسام حسن مش هيجي المنتخب. ليه؟ عشان حسام حسن ما بيحبوش، وكان في مشاكل معاه، وهو اللي وقف قدامه مره وزعق له واتقالت قبل كده. لا اصل حسام حسن مش هتمنا قبل كده، وبيقول لي ادبوا علينا، فاحنا مش هنجيبه المنتخب. مش مهم مصلحه مصر، مش مهم الناس، مش مهم المنتخب، بس ما نجيبش واحد شتمنا او غلط فينا قبل كده. طيب هتجيب مين المره اللي جايه؟ هنوصل لحد فين؟ العند طول ما في عندي يا عبد الناصر، وطول ما في مصالح شخصيه، طول ما انا مش هجيب واحد عشان ما بحبوش، مش عشان مصلحه البلد، لا عشان مصلحه، عشان انا ما بحبوش وده بجيبه عشان بحبه. طيب المنتخب هيدنه يلف في نفس الدايره دي. صح، هيلف في نفس الدايره دي. طيب الحال الاول لو خدت بال حضرتك يا استاذ عبد الناصر، لو هم بس يفكروا شويه، المؤسسه الوحيده اللي عندك ناجحه في مصر ماشيه صح هو النادي الاهلي. ليه؟ عشان بيجنبوا المصالح الشخصيه ويبصوا لمصلحه النادي بس. بالظبط، عشان كده تلاقي المدير الفني وبيحط معايير. يعني لما جاب موسيماني كانت المرحله عايزه موسيماني عشان ياخد بطوله افريقيا، ورغم ان الدنيا كلها كانت ضد موسيماني هو تمسك بيه لان هو متجرد، عشان كده الجمهور بيتقبل منه حتى لو مختلف معاه. المهم طمنا، الجمهور المصري وصل ولا لا؟ لانه كان عالق في مطار السنغال. لا لا الحمد لله رب العالمين، بداوا يتحركوا وصلوا. هم كان هم والمنتخب كانوا عالقين 8 ساعات، كانوا عالقين هناك في السنغال. ايه السبب يا استاذ فاروق؟ والله سبب مضحك يا استاذ عبد الله، الموظفين روحوا، الموظفين المطار روحوا. ما كانش فيه موظفين، والله العظيم ده اللي جاء لك، ما قال لك هناك واحنا قاعدين في المطار، قالوا لنا ما فيش موظفين، الموظفين المسؤولين عن الخدمه بتاع عشان تسافروا، عشان انتوا تعتبروا سياح واجانب وكده مش موجودين، فقعدوا بقى قعدوهم 8 ساعات لحد ما الموظفين جم وخلصوا لهم الاجراءات ومشوهم. يعني الموظف ما بيشتغلوش 24 ساعه. بالظبط، يعني حتى لما طلعوا البيان النهارده وقال لك معلش بقى، اصل احنا مصر يعني احنا في مطار القاهره ومطار عبان، قال لك عدم وجود موظفين في مطار دكار في السنغال تسبب في تاخير اقلاع طائره المنتخب والمشجعين لثمان ساعات على الموعد المحدد. المفترض الطيارين كانوا يوصلوا الساعه 6 طبعا الصبح، المنتخب كان الساعه، المنتخب كان يوصل الساعه 9، الا ان مطار السنغال عطل الرحلات واخرها بسبب عدم وجود العاملين اللي عاملين الخدمه والموظفين اللي موجودين في الخدمات، ما كانوش موجودين، فاخروا الرحله 8 ساعات سواء على المنتخب او على الجمهور، لكن كلهم سلام الحمد لله، ما فيش اي مشاكل، كلهم رضوا بالسلامه الحمد لله. طيب عموما يعني عايز اقول لك على حاجه، كمان عمك عصام ابو كريم عمدتنا بتاع الجميل، عمدة الجروب اسود افريقيا، بيقول لك عصابه هانا بوريده واعوانه هم اللي دمروا الكره المصريه. عموما هل لديك اي اخبار اخرى يا استاذ فاروق قبل ما اسيبك؟ لا والله يا استاذ ناصر، انا بس يعني انا بس اللي عايز تاخد بالك منه ان الاعلام كله شغال الفتره دي على ادي فرصه الكروش، الغلط من الليزر، الغلط من التحكيم، لكن ما فيش صوت اتكلم غير الاهرام زي ما قلت لحضرتك. ويمكن مهيب عبد الهادي نزل، الاستاذ مهيب عبد الهادي نزل من شويه تويتر، يمكن هي دي الوحيده اللي اتكلمت بصراحه. احنا سنظل لسان الناس مهما كان الثمن. بالظبط، قال ايه يعني، هو الوحيد اللي طلع اتكلم برضه، وقال تويتر لسه منزلها من شويه، بيقول لك بقاء كيروش معناه الاستهانه بمشاعر الجماهير، مش مصدق ان هي ماشيه كده، عرفتوا ليه ما بنوصلش كاس عالم؟ يمكن ما حدش اتكلم هذا، وللاسف للاسف والله العظيم انا تابعت معظم اليوتيوبرز، ما فيش حد اتكلم، حتى الناس اللي ليهم، الناس بتتابعهم بالملايين وبالالاف ويقول لك احنا بنتابع وبنعمل، ما حدش اتكلم على كيروش، كله اتكلم على التحكيم وعلى الحظ وعلى ان معمول لنا حاجه ومعمول لنا حاجه في الاستاد. كلام فاضي، احنا منتخب سيء لعب اسوأ مباراتين ولا يستحق الصعود. بشكرك شكرا جزيلا. تحت حضرتك يا استاذ عبد الناصر، كل سنه مشاهدينا.